عموما الزميل المخرج يشير إلى أن نائب رئيس غرفة العمليات الانتخابية المركزية لحزب الفضيل الإسلامي الأستاذ مهند العتابي معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد للحديث حول موضوع حلقة هذا اليوم اللي خاص بالعملية الانتخابية والانتخابات في البلد. مرحبا أستاذ مهند. السلام عليكم أستاذ مهند. أستاذ مهند أنت على الهواء تسمعني؟ أستاذ مهند تسمعني؟ أسمعك واضح، حياك الله. حياكم الله. أسمعك واضح الآن أستاذ علي. من خلال النظرة العامة أستاذ مهند وأيضا من خلال الرسائل اللي جات تجينا على الواتساب الآن وأنا أقرأها في الحلقة، ربما يوجد يعني تراجع بالنفسية أو عدم إيمان كامل ومطلق بأهمية الانتخابات، وربما البعض عندهم يعني عدم ثقة بالاختيار الانتخابي، وهذا ربما يشكل مشكلة. فكيف نستطيع أن نحشد جماهيريا ونوصل فكرة أهمية أن يدلي المواطن العراقي بصوته في صناديق الاختراع؟ تفضل. أنا أسمعك حقيقة بصوت متقطع أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى الأخوة المشاهدين. عليكم السلام ورحمة جميعا. واسمح لي ابتداء أن أهنئ كادر قناة النعيم على عامها أعتقد الثامن، ونسأل الله لكم دوام التوفيق لخدمة العراقيين من خلال البرامج الاجتماعية والطيبة التي أنتم تحرصون عليها. حقيقة الناخب العراقي اليوم كما تفضلت أعتقد ذكرت أنه لديه حالة من الإحباط، لذلك أحتاج أن أقدم مقدمة جدا مهمة، ألا وهي أن العقد الأخير من حياة العراقيين شهد اضطرابات كثيرة وتكاد تكون حقيقة عجيبة. لم تكن هذه الاضطرابات من جملة متصورات المتصدي السياسي والاجتماعي والديني، حيث التقلبات السياسية، التقلبات الأمنية، التقلبات الاقتصادية كانت محط نظر الجميع، ولم يكن الجميع يستطيع أن يتصور ما شهدته البلاد من اضطرابات. كانت هناك مشاكل أمنية وبأكثر من لون وأكثر من شكل، كانت هناك مشاكل اقتصادية وبأكثر من لون وأكثر من شكل، وكذلك انحدارات في المستوى الصحي والتربوي وفي ملفات كثيرة. حقيقة هذا العقد الأخير الذي شهده العراقيون حقيقة ولد جملة إحباطات لدى الناخب العراقي خصوصا ولدى الشارع العراقي. حقيقة ما أريد أن ألفت الانتباه له أن المعركة الحقيقية التي سببت هذه الاضطرابات لم تكن هي معركة أمنية، ولم تكن هي معركة عقدية، ولم تكن هي معركة اجتماعية، ولم تكن هي معركة اقتصادية. اليوم العراق له مؤونة اقتصادية كبيرة ممكن أن يحقق إنجازها خلال أيام قليلة، له مقومات أمنية طيبة ومجتمع واعي ولذلك شواهد كثيرة، ولا أحتاج أن أستطرد بها باعتبار أخذ من وقت البرنامج الكثير. ما أريد أن أؤكده من خلال قناتكم الموقرة أن المعركة الحقيقية هي المعركة السياسية. التدافع السياسي المحموم الذي تشهده الساحة العراقية من خلال رغبة الكثيرين من الوصول إلى السلطة والبقاء في هذه السلطة وجعل السلطة نافذة لمشاريع كبيرة وعميقة، حتى أن اليوم الكل بدأ يفهم وهو فاهم حقيقة الصغير والكبير. الناظر للشارع العراقي بأبسط صورة يجد هناك تزاحم محموم على السلطة وعلى التصدي في البرلمان وغيره. خلي أتوقف معك عند نقطة أستاذ مهند. إذا سمعت المعركة الحقيقية نؤكد أنها سياسية، واليوم الأم الولادة هي المعركة السياسية. فإن أحسن العراقيون المعركة السياسية استطاعوا أن يلدوا ازدهارا، تطورا، استقرارا امنيا. واعتقد جازم والكل يشاطرني يعتقد بهذا الموضوع ان بوابة التغيير السياسي وبوابة الاستقرار السياسي ستكون هي صناديق الاقتراع. لذلك نحتاج ان يعي الجمهور العراقي المعركة التي لابد ان تحسم خلال هذه الايام المتبقية هي من قبل اليد العراقية، من قبل الأصبع العراقي الذي يستطيع يغير المعادلة ويقلب المعادلة، وذلك من خلال إفراز نخبة تشريعية قادرة على خدمة البلاد والعباد. أستاذ مهند، مع التزاحم اللي قلت عليه واللي وصفته بالتزاحم المحموم على السلطة وليصعد المرشحون إلى كراسي البرلمان، كثير من الناس يقولون احنا في حيرة،
هل يوجد شخص يستحق أصوات الشعب العراقي؟ وشلون نعرف هذا الشخص اللي يستحق فعلا أصوات الشعب واللي ممكن أن نضع فيه ثقتنا؟ احنا محتارين بين القوائم وبين الأسماء، بين الأسماء اللي هم في قوائم قديمة، بين القوائم الجديدة اللي فيها أسماء قديمة، وربما قوائم جديدة فيها أسماء جديدة. فاحنا محتارين من المناسب أو ما هي مواصفات الشخص المرشح الذي يجب أن نعطيه الصوت ونكون في أمانة من ضميرنا ومسؤوليتنا الوطنية ومسؤوليتنا حتى أمام الله. لطيف، سؤال جدا مهم حقيقة، وهذا السؤال نحتاجه ونحتاج إلى الإجابة عليه. طيب، أقول وأضرب بمثال أن اليوم الناخب العراقي أراد أن يشتري جهازا كهربائيا، أراد أن يشتري أي شيء للبيت. طيب، أكيدا أنه سيسأل، أكيدا أنه سيتعرف على الماركة، يتعرف على مميز هذا الجهاز، يتعرف على إمكانية هذا الجهاز كيف يخدمه، وبالنتيجة يعرض هذا الجهاز على سعره على الأمور الأخرى من المقتنيات. أعتقد أن من المقتنيات المهمة والتي هي شريان الحياة هو أن يفرز الناخب العراقي من يمثله. طيب، اليوم نحتاج أنه يتفحص تفحص الناخب العراقي، وأعتقد ذلك لا يحتاج إلى مؤونة. نحتاج أنه لا يذهب الناخب العراقي إلى الشعارات الرنانة. اليوم الكل يعرف الأحزاب والكل يعرف الشخصيات المتصدية. اليوم المرشحون هم أبناء المحافظات، اليوم المرشحون سلوكياتهم واضحة، إن كان له تأريخ خدمي في مجال التشريع أو التنفيذ فسلوكه سيكون واضح أنه هذا الإنسان ناجح أم إنسان غير ناجح. أما إذا لم يكن له سلوك سابق فممكن أنه سلوكه كموظف أو في عشيرته أو في أي حال حالات التي يقوم بها الدور. اليوم الناخب العراقي هو يعرف المرشح حقيقة، وليس المرشح جاء من القمر مثلا. اليوم الناخب العراقي يقول يا ناخب عراقي يا مجتمعنا الطيب، أنت اليوم كما تسأل سؤال كثير عن مقتنياتك الخاصة، نقول اليوم المرشح أيضا هو من المقتنيات الخاصة والعامة. لذلك اليوم الجمهور العراقي مدعو إلى أن يتفحص المرشح، يتعرف على المرشح، وأعتقد اليوم المرشحون واضحون في سلوكياتهم، الصالح منهم والطالح، الناجح منهم وغير الناجح. اليوم هذا المرشح هو من العراق، هسه هو جاي من برا، اليوم عايش في العراق، ممكن السؤال عنه ان لم تكن تعرف اليوم. زين استاذ مهند، ربما يثار سؤال اخر اذا كنت تسمعني. سلوكك السابق انت اليوم مثلا انت شفناك في ملف من الملفات، اليوم انت شنو تاريخك الموجود؟ اعتقد هذه الامور بسيطه ليست بصعبه استاذ علي على الجمهور العراقي. طيب، فلذلك اليوم الكره في ساحه الناخب العراقي. نعم، الناخب العراقي يقول قولته في يوم واحد، ومن يفرزه سيقول قولته لاربعه سنين الا يوم، لكن اليوم هو مهم لصياغه خارطه تشريعيه. ونقول التشريعيه مهمه باعتبار ان التشريع هو الرحم الذي سيلد حكومة. فلذلك اليوم الناخب العراقي مدعو أن يتعرف بعد أن يتجرد من المحسوبيات ومن الاتجاهات ومن الانتماءات العشائرية والحزبية التي محط اعتزاز وتقدير. نقول اليوم المرشح هو ابن هذه المحافظة، ابن غير محافظة ما أعرف مرشح ابن محافظتك مو ابن محافظتك، ممكن أن تسأل عن سلوكياته عن تاريخه. وبالنتيجة أعتقد أن المرشح أثمن من جهاز كهربائي، أن المرشح أثمن من أي مقتنى من مقتنياتنا التي نسأل عنها ونتفحص. لذلك يجب علينا أن نتفحص المرشح. زين، عدة مواصفات ممكن أنه تنطبق على عدة مرشحين في نفس المحافظة الواحدة، فشلون إذا تحير الناخب في اختيار المرشح الأول اللي تنطبق فيه المواصفات الجيدة والمرشح الثاني اللي تنطبق فيه المواصفات الجيدة؟ وأنت الآن تقول عدم تغليب، أكيد وكل إحنا مقتنعين بهذا الأمر، عدم تغليب الأمر الحزبي أو الأمر الانتماء العشائري أو ربما الانتماء العاطفي أو ما شابه ذلك، وإنما نحكم المصلحة ونحكم المسؤولية وأيضا نحكم الواجب الشرعي تجاه الوطن ونختار. إذا تزاحم 2-3-10 من المرشحين اللي يمتلكون صفات جيدة، فمنو نختار؟ شلون راح نختار برأيك يعني؟ الحمد لله، هذه نعمة إذا كان هناك أكثر من مرشح ويتزاحم أكثر من مرشح في الاختيار، فيكون اليوم العراقي بوفرة من المرشحين الجيدين، وإن شاء الله هم هكذا. لكن ما أقول
والانتباه حقيقة مع تزاحم المرشحين على فرض ما تفضلت به علي. زين. نقول اليوم ونحن من ميدان الساحة السياسية وميدان الحركة الانتخابية نقول أن التجربة أثبتت أن المرشح الناجح أن البرلمان الناجح الذي لديه مشروع ليس شخصا بمفرده. اليوم العراقيون يعرفون أن أصحاب المشروع هم الذين يستطيعون التواصل. يعني أقول بمثال آخر، هذا المرشح اليوم الذي أنت تنتخبه مثلا، هل قادر على أن يجعل له في كل قضاء وفي كل ناحية مكتب؟ هل قادر على التواصل؟ هل له أكثر من باب ممكن أن تصل لها؟ اليوم نحن أبناء هذا الوطن، نحن أبناء هذا المجتمع. نعم. أنه الناخب العراقي اليوم ناخب، أنا أيضا ناخب، اليوم أنا المتكلم، إذا أردت أن أنتخب فأنتخب أكيدا مرشح فيه صفات، الصفة زين. وأرجو أن تسمح لي في أن أذكر بعض الصفات التي أعتبرها مهمة. نعم بالتأكيد. أولا يجب أن يكون هذا المرشح قادر على أداء مهامه، قادر، يعني فيه مؤهلات الكفاءة والنزاهة. زين أستاذ مهند خلي أتوقف عندك عند هاي النقطة، أنا أعتذر للمقاطعة، كان مفترض أنه تستسلسل لكن خليني أتوقف معك عند هاي النقطة إذا كنت تسمع. برلماني ليس لساعة التدريب إنما في ساحة عمل يفترض أن يكون قادر. زين أستاذ مهند إذا كنت تسمعني، واعي وفاهم لاحتياجاتي، اليوم أنا ابن المحافظة سين، لابد أن يكون المرشح واعي وفاهم لاحتياجاتي كمحافظة وكبلد. طيب. ثالثا أحتاج أن يكون المرشح قادر على تشريع القوانين المهمة، قادر أن يقتحم، قادر أن يقول قولته وكلمته ولا تأخذه في الله لومة لائم، قادر أن يذهب إلى تشريع قوانين مهمة تخدمني، لا أن يذهب لقوانين ليس وقتها مثلا أو قوانين هي ليست في مصلحتي ولا في غنى عنها حاليا. رابعا وهذا مهم، قادر أنا كناخب أن تواصل وأصل إلى هذا المرشح. نعم. باعتبار هذا المرشح لابد أن أجد له أكثر من باب، لذلك والمرشح الذي لديه مشروع، الذي لديه كيان سياسي يحتضنه، الذي لديه أكثر من جهة أستطيع أن أصل لها، أستطيع أن أتواصل باعتبار اليوم. لذلك أقول هنا دعوة صادقة من القلب إلى العراقيين، أقول لهم يؤسفنا حقيقة الحالة الموجودة في الشارع العراقي، بأنه بعض العراقيين بعض الناخبين اضطر، أقول اضطر إلى بيع صوته لعوز أو لخدمة ما، أقول له لا تبيع صوتك، أنت اليوم مدعو إلى أنه تشتري المرشح، المرشح لديه صلاحيات، نعم سيارتك إلك يا مرشح برلماني، راتبك إلك هسه أنا ما أريد أشاركك به، لكن يحتاج أن يفهم الناخب العراقي أنه شريك في صلاحيات وفي استحقاقات هذا المرشح الذي يصل إلى مجلس التشريع كي يأتي لي قوانين ومشاريع يستطيع من خلالها هذا القانون أو هذا التشريع أن يكون بخدمة البلاد. أستاذ مهند يعني أنت الآن أطرحت عدة مواضيع وأنا كنت ناوي أنه أداخلك في النقطة الأولى، لكن يعني الصوت يصل إليك متأخر، فلذلك أنا انتظرت إلى أنه تخلص حديثك وتم حديثك حتى أسألك هذا السؤال. وظيفة البرلمان مثل ما نعرف وفق القوانين العراقية وأيضا هو وظيفة البرلمان في القوانين الدستورية العالمية أو في الأنظمة السياسية العالمية هو التشريع والرقابة وبعض يعني الوظائف الأخرى البسيطة غير التشريع والرقابة، إلا أن الوظيفة الأساسية للبرلماني أو لعضو مجلس النواب في العراق هو أن يكون التشريع، يعني المشاركة في تشريع القوانين والرقابة على عمل الحكومة. أنت لما تقول أنه البرلماني اللي الناس تعرفه عنده مكاتب في المحافظات أو قاضي حاجات الناس أو متواصل مع جمهوره، طيب هل من وظيفة البرلماني أن يتواصل بهذه الطريقة اللي تصفها الآن مع الجمهور، أو هو وظيفته في مجلس النواب والتشريع والرقابة على عمل الحكومة وممارسة هذا الدور بشكل جيد؟ سؤال واعي حقيقة ونحتاج هذا السؤال، جزاك الله خير أستاذ علي. حقيقة لك. اليوم وظيفة البرلمان هو التشريع زين، وأن يأتي بقوانين أنا أحتاجها. اليوم ليس من وظيفة البرلمان يعقب معاملات أو نعم هي وظيفة شريفة زين. أنه يأتي باستحقاق الفرد الفلاني. طيب. الفرد الفلاني نعم وظيفة مهمة، واليوم نحن نفهم السياسة أنها فن رعاية مصالح الناس. نعم. لكن هناك مصلحة أعلى، مصلحة أكبر، مصلحة من خلالها نسميه معمل المصالح. اليوم بدل أن أسعى لخدمة شخص في معاملة في كذا برلمان، بعض البرلمانيين يؤسفنا أنه نشوف ينشغل كثيرا في متابعة بعض القضايا الفردية. نعم. ولا يذهب للقضايا الكبيرة، حتى لا يصير في كلامي شبهة. أقول لو
أن البرلماني وهو قادر أن يأتي بمصنع بمعمل بمجسر بمشروع لمحافظة ما، نعم. هذا أولى أم يأتي بدرجة وظيفية إلى شخص أولى؟ نقول والعقل يحكم بذلك أنه اليوم العمل والمصنع والمجسر يأتي بدرجة الوظيفية وغيرها. حقيقة اليوم بسبب أنه الشارع العراقي فيه أزمة اقتصادية، فيه أزمة خدمية، نرى أنه حاجة المواطن العراقي صارت ضاغطة على المرشح وعلى البرلمان، يعني ما يصير يكون معني في أنه ينشغل كثيرا في الحاجات الخاصة. الحاجات الخاصة مقدسة، والحاجات الخاصة ضرورية، والحاجات الخاصة مهمة ونحترمها الحاجات الخاصة، لكن نقول لا ينسى المشرع ولا ينسى العراقي أن وظيفة البرلمان هو تشريع قوانين. واليوم حقيقة لو تسمح لي بأن أضع مثالين بسيطين، نقول أنه اليوم البرلماني وليس من الأحلام ذلك يستطيع أن يقرر قرارا وقانونا يحفظ فيه البطاقة التموينية وما تستلزمه. مثلا احنا في سنة من السنين طرحنا قبل تقريبا 4 سنوات أو 5 في الدورة السابقة البرلمانية، طرحت الفضيلة النيابية في حينها مشروع السلة الغذائية، باعتبار اليوم الدولة معنية بأنه توفر أمن وتوفر يعني المؤونة المعيشية اللي احنا نسميها التأمين الغذائي. يعني طرحنا هذا تشريع قانون، اليوم يستطيع البرلماني أن يشرع بمكان ما يجيب لي كيلو تمر، أقول له سوي لي سلة غذائية ممكن أن تشرعها في مجلس النواب. زين أستاذ مهند، تذهب إلى إذا كنت تسمعني، مع احترامي لهذه الأمور في جانب المواطن هي تخدمه، لكن ليس من وظيفة البرلماني اليوم أن ينشغل في السبويس. وكان ما تجيب سبويس بلط هذا الشارع وتعال بمشروع يبلطه ويسوي له مجاري ويسوي له خدمات. اليوم العراق فيه مؤونة كافية لأتي بخدمات كبيرة. نحتاج حقيقة أن يثور الناخب العراقي ويختار أناس قادرين على تشريع مصالح أكبر هي من المصالح الشخصية، فهي دعوة أنه نشترك مع المشرع ونقول له إلى بغداد وتعالى بقوانين وتشريعات. اليوم وظيفة البرلماني تشريع ورقابة، وظيفة البرلماني تشريع ورقابة. أما إذا تحولت هذه الوظيفة ترك التشريع وترك الرقابة فاتت المصلحة من وجود شيء اسمه مجلس النواب العراقي. زين أستاذ مهند، المادة 49 من الدستور العراقي وضحت بشكل يعني جلي جدا أنه يعني عضو مجلس النواب عندما يكون عندما يترشح عن دائرة انتخابية معينة، باعتبار أن العراق الآن في 18 دائرة انتخابية، كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة وعندها عدد محدد من النواب، يعني طبقا للنسبة السكانية في هذه المحافظة. عندما يصعد عضو البرلمان، عندما يصعد المرشح المعين إلى مجلس النواب، ما راح يمثل محافظته وإنما راح يمثل عموم الشعب العراقي، مثل ما قلنا مادة 49 من الدستور العراقي بأنهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله. طيب كيف من الممكن أنه ندعم المرشحين الجيدين في كل المحافظات العراقية، باعتبار أنه هذا العضو الذي يرشح عن الأنبار هو راح يمثل ابن ميسان، وابن ميسان الذي يرشح راح يمثل ابن صلاح الدين، وابن البصرة راح يمثل ابن السليمانية، وهكذا. فشلون نقدر نخلق منظومة برلمانية متكاملة بأننا كشعب ممكن أن ندعم الجيدين في كل المحافظات العراقية، لأنه شأن ابن صلاح الدين مهم لابن الناصرية، وشأن ابن الناصرية مهم لابن تكريت، وهكذا. جزاك الله خير. حقيقة الناخب العراقي عندما يجد أو يضع صوته عند مرشح يؤمن بالمواطنة، أقول يؤمن بالمواطنة، يستطيع أن يستمزج ألوان الطيف العراقي. لابد ابن البصرة اليوم وابن ذي قار التي وابن ميسان في عمق الجنوب، لابد أنه يؤمن بأن هناك مناطق شمالية ووسطى وغربية هي شريكة في هذا الوطن. فمرة الناخب العراقي ينتخب المرشح الذي يحسن الخطابات الطائفية، نقول هذا مرشح فاشل. حقيقة لذلك اليوم في انتخابات مجالس النواب على العراقي أن يعزل الأصوات الطائفية، لأنه لا يمكن، وهذه من التجربة قد جربناها. الأصوات الطائفية قتلت العراق وقتلت العراقيين وشردت العراقيين وهجرت العراقيين. لذلك اليوم الناخب العراقي أيضا مدعو. حقيقة هذا الوعي عند الناخب هو الفيصل في
إيجاد تشريع. نعم أنا أفهم من سؤالك شيء مهم، أنه مهما اخترنا شخصا جيدا ويمثل المحافظة، لكن هذا الشخص إذا لم يستطع أن يستمزج الألوان الأخرى فسيكون حقيقة صوت نشاز أو صوت بالتأكيد غير مرغوب به. طيب. نحتاج أن نوصل أناس من المرشحين قادرين على أن يتواصلوا ويتفهموا احتياج ابن الشمال ويتفهم احتياج ابن المناطق الغربية، لكن بشرط ليس على حساب احتياجي أنا ابن البقرة أو ذي قار أو المثنى أو العمارة ولا ابن الوسط ولا ابن الجنوب أبدا. نحتاج أن نوصل إنسان أولا هو يمثل المحافظة، أولا يمثل المحافظة، ثانيا متفهم لأمور هي أس التشريع وهي أس إدارة الدولة، أن الدولة العراقية هي عبارة عن لوحة فيها ألوان متعددة، لا تكتمل لوحة اسمها العراق إلا بألوان الطيف العراقي الكردي والعربي السني والشيعي. لابد أن يحترم دولة المواطنة بشرطها وشروطها. أقول مثلما أنا أريد حقوقي لابد أن أحفظ حقوق الآخرين. إذا استطاع الناخب العراقي من أقصى الجنوب ومن وسط العراق ومن شمال العراق وفي المناطق الغربية أن يعي هذه المفردة وأن إنه العراق هو لوحة فيها ألوان لا تكتمل صورتها أبدا، وقد أثبتت التجربة عندما أريد أن يقصى فلان أو يريد أن تقصى، لا هذا الأمر قتل العراقيين وشرد العراقيين، وبالنتيجة اليوم دفع ابن الجنوب ضريبة القرار السياسي الخاطئ والتخبط في المناطق التي احتلتها داعش. لذلك اليوم نحتاج أن يكون الناخب العراقي نضيف له شرطا مهما، وهو أن يكون المرشح أو الذي سيكون في البرلمان قادرا على استيعاب الحالة العراقية وقادرا أو فاهما لأنه العراق هو عدة ألوان لابد أن تمتزج هذه الألوان فيما بينها كي تشكل حكومة، وإلا نبقى في عملية جر الحبل وعملية التدافع والتقاتل التي لم نجن منها إلا الدمار للبلاد والعباد. طيب أستاذ مهند، احنا نعرف الآن أن ربما يعني المجتمع العراقي أو خلينا نقول المواطنين اللي راح يشتركون في الانتخابات عندهم ثلاث رؤى. الرؤية الأولى أنه أشترك بالانتخابات بقوة حتى أشارك بالعملية الإصلاحية في البلد. الفكرة الأخرى تقول أنا ما راح أشترك بالعملية الانتخابية لأنه ماكو شخصية زينة حسب قناعة هذا الشخص. والفكرة الثالثة تقول أنا أروح أسقط ورقتي الانتخابية. هل أنه الخيار الثاني والثالث متشابهان؟ يعني إذا ما رحت للانتخابات أو رحت وسقطت الورقة، أو أيهما أفضل؟ هو مراد، خب خلنا نفهم إحنا مراد الفاسد، مراد المستأثر، مراد المنفع من وجوده في السلطة وفي التشريع، ما هو مراده؟ مراده أن لا يوصل، أن لا يصل صوت الحق أو لا يصل الصوت الذي يبعده. بالنتيجة أنك عراقي اليوم عندما تتولد جملة إحباطات في نفسي، تتولد جملة ارتباكات من المشهد الموجود باعتبار أشوف أن الأمور ليست بالمجرى الصحيح، هذا ليس مبررا الى الحاله الاولى التي ذكرتها بعدم الذهاب، او وليست مبررا الى ابطال الورقه، باعتبار اليوم انت هذا الصوت طبعا الذي يشعر بالحرص وتتولد لديه هذه الاحباطات ولا يريد ان يذهب او لا يريد ان يبطل ورقته، هذا من هذا اللي يستشعر الخطر، هذا اللي يستشعر، نقول له أنت مقدماتك سليمة، تجد أنه الأمور ليست في الجادة السليمة. طيب. فبذلك الأمور بخواتيمها، لا تختم هذا الحرص اللي عندك ولا تختم هذا الاضطراب اللي أنت تشوفه وتتحسس أنه الأمور ليست على ما يرام، وتختم هذه الأمور بفسح المجال. الساحة العراقية ساحة صراعات، ساحة متخمة باللاعبين، ساحة لا تنتظر المتفرج بل ترغب بأنه يبقى الغير يبقى الآخرون يتفرجون. فلذلك الناخب العراقي يفترض أن لا يكون متفرج بمنصة عدم الاشتراك أو بمنصة أبطال الورقة، وبالنتيجة أبطال الورقة أو عدم الاشتراك يفسح لمشتركين هم مؤدلجين تحت لواءات وألوان نحن نعتقد بأنها ليست صالحة. لذلك أقول هي جريمة حقيقة وإسهام في انفاذ المتسلقين والمنتفعين بل والفاسدين الذين اليوم ظهرت ريحهم النتنة في الشارع العراقي وبات من المعروف. لذلك الناخب العراقي يفترض أن يقول قولته اليوم. النتيجة
والحكم والفيصل والنتيجة يصدرها الناخب العراقي، فعدم اشتراكه أو إبطال ورقته إنما هي جائزة للفاسدين وجائزة للمنتفعين وجائزة للمستأثرين. لذلك يجب أن يفوت الناخب العراقي الفرصة وينتخب ويأخذ خياراته. نعم أقول ربما لم يجد الناخب، نقول ربما لم يجد من هو بدرجة 100%، نقول شوف 90%، ماكو 90، شوف 80، ماكو 80، تعال إلى أنه تصل لابد أكو واحد متوفر 60-70%، القليل أفضل من الحرمان. اليوم لدي مشروع مشروع خدمي مثلا، وهذا المشروع إذا أنجز تحقق 70%، وإذا ترك لم يكن كخدمة. خب العقل يفرض أنه أختار حتى لو 70%. اليوم القليل أفضل من الحرمان. اليوم لو نحقق نتيجة 60-70 أفضل من أن تكون النتيجة صفر. لذلك أقول حقيقة وبجرأة عدم الاشتراك في الانتخابات أو إبطال الورقة إنما هو ضياع لصوت نحتاجه نحن، هذا الصوت الذي يستشعر أن العراق اليوم متدهور، العراق اليوم ينحدر اقتصاديا وأمنيا. هذا الصوت يجب أن لا يغيب، ولابد أن يكون صوته عال، ولابد أن يقف في منتصف الملعب ويقول قولته وبشكل واضح وبخط عريض. طيب أنتم كغرفة انتخابات في حزب الفضيلة الإسلامي وأنت نائب رئيس هذه الغرفة، لديكم إحصائيات معينة، نسب تخمينية لعدد الناخبين في البلد يعني بالمئة؟ أستاذ علي انقطع الصوت إذا أمكن إعادة السؤال. أقول أنتم كغرفة عمليات انتخابية لحزب الفضيلة الإسلامي، هل لديكم رؤية معينة لنسب انتخابية معينة، نسب المشاركة، نسب تخمينية؟ لا أخفيك أستاذ علي، حقيقة النسب إلى قبل أسبوع من الآن كانت هناك مشكلة حقيقة. طيب. المشكلة قد لا يعرفها الكثير في تحديث البطاقات، تدري أنه الكثير من العراقيين حدثوا بطاقاتهم لكن لم يستلموا البطاقة المحدثة، لذلك هذا الذي لم يستلم البطاقة المحدثة سينحرم. ومنها مثال بلغني عندما تواجدنا في البصرة مثلا، بلغنا أنه 500,000 ناخب حدث بطاقته ولم يسحب بطاقته، وفضلا عن وجود 300,000 ناخب هو غير محدث أصلا وغير مصوت ولم يستلم البطاقة. يعني إذا تحصي عندي عدد مقلق حقيقة، أنه 300,000 ناخب متسرب أصلا من تلك الانتخابات، وضيف 500,000 ناخب هو حدث بطاقته وما استلم البطاقة المحدثة. هذا طيب واللي محدث بطاقته وما مستلمها ما ممكن أن ينتخب في البطاقة القديمة. 800,000 حسب تصوري أنه 1,700,000 أو 1,600,000 هكذا العدد من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في البصرة. فنقول ضياع نصف المصوتين والنصف الآخر لا يشترك كله. بلغنا أنه تم استلام هذه البطاقة المحدثة. ما أخفيك سر أنه قبل أكثر من أسبوع كانت هناك يعني إحصائيات قلقة في هذا الجانب اللي ذكرته فيه تفصيل طويل، وهناك خيبة حقيقة عند الجمهور العراقي. لكن نشهد في الأسبوع الأخير حقيقة ونتوقع هذا الأسبوع أنه الحراك الاجتماعي الموجود والسؤال لدى الناخبين مع تصدي الواجهات الاجتماعية، حقيقة نرى حركة طيبة من الواجهات الدينية ومن العناوين الاجتماعية المهمة ومن طيب. أصحاب الكلمة من النخبة العراقية الأكاديمية اليوم بدأت تروج لأهمية الانتخابات، وبدأت الحالة المعنوية ترتفع عند العراقيين. لكن ما نقوله اليوم حقيقة يا أخي وأقولها وأحتاج أن أقول هذه الكلمة، أقول إلى الناخب العراقي أن العالم كله اليوم ينظر إلى العراقيين وسيسجل نسبة التصويت في العراق. فلذلك نحتاج أنه نشعر العالم بأن هذا الشعب، هذا شعب قوي، هذا شعب يريد الحياة، يحب الحياة، يحب الإنسانية، ولابد أن يخرج. أعتقد هذه الانتخابات هي انتخابات ليست كمثيلها، هناك ثورة اجتماعية، هناك وعي عند الجمهور العراقي، وهذا الوعي بحد ذاته لا يكفي إن لم تكن هناك إرادة جماهيرية في الوصول إلى الصندوق الاقتراع.
نحتاج من خلال قناتكم الموقرة ومن خلال من يسمعون من الأخوة والأخوات ومن خلال الواجهات الدينية والعشائرية والاجتماعية والنخب الأكاديمية حث الجمهور العراقي إلى ضرورة أن يصل إلى صندوق الاقتراع وضرورة أن ينتخب. ونحن متفائلون لو أن نسبة التصويت ارتفعت سيحدث الناخب العراقي تغييرا منشودا. لذلك أقول كجواب مبل أنه قبل أسبوع كان هناك قلق لدينا من مشاركة، لكن الأمور بدأت تتحسن شيئا فشيء. يعني نتابع الناخب العراقي أنه بدأ يتحفز شيئا فشيء، لكن هذا الحافز لا يبعث الاطمئنان التام، إنما نحتاج أنه تكون هناك حملة إعلامية نظيفة، حملة إعلامية طيبة توعي الناخب العراقي بأنه ضرورة الانتخاب، من ينتخب كي ينتخب، ولعله ننتظر هناك مقالات، هناك إرشادات تصل من أناس مؤثرين في المجتمع العراقي، ننتظر منهم أن يزجوا المجتمع العراقي والناخب العراقي بما يؤمله حقيقة وبما يدفعه إلى الاشتراك الكبير في الانتخابات، لأن الانتخابات واحد وستأتي بعدها 4 سنوات. فإن أحسن العراقي هذا اليوم كانت السنوات الأربعة أخف مما لو لم يشترك. نائب رئيس غرفة العمليات الانتخابية المركزية لحزب الفضيلة الإسلامي الأستاذ مهند العتابي، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهواء من بغداد، شكرا لانضمامك.